السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الحادي والعشرون من شهر أكتوبر عام 2017 الأخبار هذا الأسبوع كثيرة كالعادة واليمن مع الجزيرة العربية والوطن العربي ما زالت في حالة اضطراب وما زالت أجندة اللاعبين مفتوحة وما زال كل شيء مفتوح المخططات مفتوحة وبنوك تمويل المؤامرات والحروب مفتوحه والجراح مفتوحه والناس ضاقت عليها الارض بما رحبت تنتظر الفرج. يعني الناس المتضرره طبعا اما الناس الريئه اللي بتضحك على طول هذه لا تشعر بشيء مما نقول. وعايشه حياتها بالطول والعرض. المهم من بين سيل الاخبار اليوميه اخترنا لهذه الحلقه ثلاثه اخبار متشابهه. تخصنا نحن في اليمن سنكف معها وقفة تحليلية كالعادة الخبر الأول يقول أن السعودية والإمارات قد سمحتا لفريق طبي روسي بزيارة المخلوع صالح وإجراء عملية جراحية مهمة للبخلوع الخبر الثاني عبارة عن تصريح لمحافظ تعز الأستاذ علي المعمري عن دور الإمارات في إضعاف موقف تعز ومقاومة تعز والخبر الثالث يقول ان ميليشيا الحوثي قد نظمت حفله تخرج لمئات من عساكرها في منطقه الحوبان بتعز تحت رعايه طائرات التحالف. عن دلالات هذه الاخبار وابعادها سيكون حديثنا في هذه الحلقه كونوا معنا. الخبر يقول السعوديه تتدخل للمره الثانيه في انقاذ علي عبد الله صالح. فقد سمحت لفريق طبي روسي بزياره صنعاء ليقوم هذا الفريق باجراء عمليه ضروريه لصالح كما يقولون. الخبر اعلنته قناه العربيه نفسها واحتفت به وسائل الاعلام السعوديه التي اعتبرته دلاله على سمو اخلاق اصحاب السمو والجلاله السعوديين. ونحن بدورنا سنخضع هذا الخبر للتحليل المخبري إذا صح التعبير لنرى ما الذي يعنيه ما الذي يعني مثل هذا الخبر الخبر فاجأ الكثير من اليمنيين البسطاء الذين اعتقدوا أن السعودية تكره علي عبد الله صالح وتريد التخلص منه بأي ثمن في ناس بيعتقدوا ذلك لماذا؟ لأنه على الأقل يعني شتم ملوك السعودية وأمرائها وسخر منهم و واتهم السعوديه بكل التهم الموجبه لل... للقتل في عرفهم. ومن المعروف ان النظام السعودي لا يتسامح مع من يشتم الملوك والامراء ويسخر منهم ويتهمهم بدعم الارهاب. وهناك عشرات القصص لكتاب وفنانين وادباء عرب تم اغتيالهم على خلفيه معارضتهم للنظام السعودي كما يقول بعض الصحفيين والكتاب. فلماذا علي عبد الله صالح بالذات؟ لماذا علي عبد الله صالح؟ لماذا تحرص السعوديه على حياه هذا الرجل؟ اليس هو الذي قامت عاصفه الحزم لمعاقبته؟ اليس هو الذي كان حليفا لصدام حسين ضد السعوديه والخليج؟ اليس هو من تحالف مع ايران خفيه بعد ذلك ومكن للايديولوجيا الايديولوجيا الايرانيه في اليمن الايديولوجيا المذهبيه والسياسيه. إذا لماذا تتدخل السعودية كل مرة لإنقاذه؟ عندنا نظريتان في هذا الموضوع، نظرية رومانتيكية رومانسية تقول أن النظام السعودي يحب فعل الخير وإنقاذ المجرمين من السقوط. هذه نظرية. ونظرية أخرى تقول أن السعودية تفعل ما هو في مصلحة الأسرة المالكة فقط لا غير. من الواضح ان النظريه الرومانسيه لا تصلح للتفسير السياسي. النظام السعودي له تاريخ طويل طويل عريض من المظالم داخل السعوديه وخارجها. لا يقبل هذا هذا التاريخ التعامل مع اي نظريه رومانسيه او مقوله رومانسيه في تفسير التاريخ. مصطلحات الخير والحق والانسانيه وغيرها من هذه المصطلحات الرومانتيكيه ليس لها معنى في قاموس السياسه السعوديه. تاريخ السعوديه يقول ذلك. الايديولوجيا الوحيده التي تحكم في السعوديه هي ايديولوجيا ميكافيلي صاحب كتاب الامير وهي نفس الايديولوجيا التي يتبناها علي عبد الله صالح ويطبقها بمثاليه يعني هو اشطر طالب تقريبا في في مدرسه ميكافيلي ومعظم ان لم نقل جميع السياسيين في العالم اليوم يطبقون هذه ال او هم خريجو مدرسه ميكافيلي اللي شعارها الغاية تبرر الوسيلة ما دام انا غايتي يعني هي طريق المكر والخديعة تبرر الوسيلة هذا هو الطريق الذي مضت فيه السعودية طوال الوقت او طوال الوقت وستظل سائرة فيه حتى يأتيها أمر الله والمؤشرات تقول أن أمر الله بات قريب يرونه بعيدا ونراه قريبا هل كا يعني هل كنا نحن اليمنيين مخدوعين بالسعوديه يوم لجأت اليها الشرعيه بعد 21 سبتمبر المشؤوم؟ هل كنا مخدوعين؟ ابدا اليمنيون يعرفون السعوديه كما يعرفون أبناءهم وكما يعرفون انفسهم. يعرفون أجندتها ويعرفون موقفها التاريخي من اليمن ويعرفون أنها تنظر إلى اليمن باعتباره تهديدا محتملا اليمن الطبيعي هكذا من غير شيء تهديد محتمل وبالفعل اليمن بالنسبة للأسرة السعودية المالكة هو مجرد تهديد محتمل لكن هذا طبعا كان قبل ثورة 26 سبتمبر يعني عام 1962 أما بعد هذه الثورة وبعد إعلان النظام الجمهوري فقد أصبح اليمن تهديدا حقيقيا لا محتملا في نظر السعودية ولهذا تدخلت المملكة فورا لإجهاض ثورة سبتمبر والنظام الجمهوري ووقفت بكل ما تملك من 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 قوة ومكر مع النظام الإمامي البائد حتى أنها استعانت بالطيران الإسرائيلي كما يقولون وبكثير من المرتزقة الأجانب آنذاك وهذا ثابت تاريخياً وهذه كانت اذا صح التعبير كانت هذه هي الخطه الف لاجهاض حلم اليمنيين في او اجهاض حلم اليمنيين في الدوله القوميه او الدوله القوميه القويه. لكن لما ادرك النظام السعودي ان الخطه الف قد فشلت في اسقاط النظام الجمهوري الوليد بدات في ترتيب الخطه باء. بدأت ترتب للخطه باء وهي خطه افشال النظام الجمهوري من داخله اذا كان الخطه الف قد فشلت في اسقاط النظام الجمهوري اذا الخطه باء هي اسقاط النظام من داخله اسقاط الجمهوريه من داخلها وجعل النظام الجمهوري معاقا كسيحا مفتقرا اليها فبدأ البحث عن النظام السعودي بدأ البحث عن احصنه يمنيه جمهوريه يمتطيها للوصول الى هدفه، هدف اجهاض الجمهوريه من داخلها. وبالفعل وجد النظام السعودي بعض الاحصنه اذا صح التعبير التي اسدت اليه بعض الخدمات او بعض الخدمات وهي تظن ان هذه الخدمات لا تتعارض مع مصلحه اليمن. وكان النظام السعودي يراقب اداء الدوله اليمنيه عن كثب في تلك الفتره في السبعينيات و بدايه الثمانينيات تحديدا وبدات صفارات الانذار تعمل لديه منذ ان تولى الرئيس ابراهيم الحمدي السلطه انذاك صفارات الانذار في السعوديه اشتغلت لقد وجدت المملكه في الرئيس الجديد حرصا على بناء الدوله اليمنيه القويه دوله المؤسسات والنظام والقانون والمجتمع المتعلم المنفتح المتشبع بالأمل كل هذه كانت موجودة وحاضرة في فترة إبراهيم الحمدي تحديدا وهذا كان كله مرصود ومراقب من قبل المملكة السعودية والأخطر من ذلك الأخطر من كل هذا من وجهة نظر السعودية طبعا هو أن إبراهيم الحمدي كان صاحب ميول يسارية إلى حد ما وهذه الخصائص جميعا تجعل منه خطرا حقيقيا على السعودية آنذاك فالميول الميول اليسارية أيام الحرب الباردة آنذاك يعني تعني هذه الميول اليسارية آنذاك تعني أن الرجل قد يقود اليمن الشمالي إلى وحدة مع اليمن الجنوبي وهو الشطر اليساري رسميا يعني ويصبح لدينا دولة يسارية بالجوار يعني لما يتلم اليساري في الشمال على اليساري في الجنوب يكون عندنا يساري كبير في في جنوب المملكة العربية السعودية دولة يسارية كبيرة وهذا بالنسبة للسعودية خط أحمر يعني اليمنيين هذولا ما كفاهمش أنهم عملوا نظام جمهوري ويشتوا دولة قوية لا وكمان يشتوا نظام يساري معادل النظم الرجعية على اعتبار أن السعودية كانت نظام رجعي وما زالت هذا كلام غير مقبول بالنسبة للنظام السعودي الحاكم فقرروا ايامها اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي كما يقول اليمنيون كلهم يعني هذا امر مشتهر فيه. وكما تعتقد اسره الرئيس الحمدي نفسه والاتهامات موجوده في التلفزيون يعني مش جديد. وبالفعل تم اغتيال ابراهيم بواسطه ضابطين يمنيين يمنيين كبيرين من اصدقائه كانوا على تواصل مع النظام السعودي. عبر الملحق العسكري السعودي في اليمن آنذاك صالح الهديان الضابطان المذكوران هما المقدم احمد الغشمي واظن الرائد علي عبد الله صالح هذان الحصانان اللذان نفذا عمليه اغتيال الامه انذاك الكلام الذي قلنا عن علاقة السعودية وعلي عبد الله صالح باغتيال الحمدي ليس جديدا. جميع المشتغلين بالسياسة في اليمن يعرفونه. والوثائق التي الوثائق التي افرج عنها الارشيف الوطني الامريكي في العام 2014 تقول تقول هذا وتقول الكثير غيره. كما ان بعض الشهود الذين ما زالوا على قيد الحياه ما زال لديهم الكثير مما يستحق ان يروى وانا شخصيا سمعت من احدهم وهو شاهد عيان كان حاضر وقتها وشخصيه معروفه سمعت روايه عن علاقه صلاح الهديان بالغشمي وعلي عبد الله صالح وحضورها الدائم للقياده انذاك يعني مبنى القياده العامه وهناك مذكرات لضباط ومسؤولين ستخرج الى النور يوما ما وتقول المزيد من من الاسرار. احنا طبعا بنحاول نتتبع فقط يعني تاريخ التامر على اليمن من قبل النظام السعودي. عموما كلامنا ليس من في عن هذه المساله تحديدا بل عن الخطه باء. الخطه باء للمملكه العربيه السعوديه وقلنا ان الخطه باء هي خطه افشال الجمهوريه من داخلها. صحيح ان اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي كان أحد تجليات هذه الخطة يعني كان خطوة في هذه الخطة إلا أن أخطر بنود الخطة بقى كان هو تعيين رئيس جمهورية يضمن بقاء الدولة اليمنية في حالة إعاقة وفشل هذه أهم نقطة أو أهم تكتيك في 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 خطة السعودية البديلة رأى النظام المالك في السعودية أن أفضل حل لإعاقة اليمن هو ايصال شخص بمواصفات معينه الى كرسي الرئاسه في اليمن وهذا ما حدث فبعد اغتيال الغشمي الذي ما يزال لغزا هو واغتيالا ما يزال لغز من الالغاز بعد هذا الاغتيال جيء بعلي عبد الله صالح كما يقول البعض بتدبير وضغط سعودي كان علي عبد الله صالح وما زال هو الفارس الذي نفذ للسعوديه الخطه باء في اليمن. هذا لا يعني ان علي عبد الله صالح ظل خادما مطيعا للسعوديه طوال الوقت، يعني هو مثله مثل كل الخونه والقتله يحب نفسه فقط. يعني واحد قتل اصحابه، قتل صاحبه ولي نعمته الحمدي بيده. والحمدي هو الذي رفع من شانه وجعل منه ضابطا كبيرا. فكيف سيخلص لولي نعمته الاخر الاجنبي؟ علي صالح لم يخلص لاحد في حياته الا لنفسه، لا اليمن ولا ولا الاصدقاء ولا حتى الزوجه. وحتى عندما يبدي نوع من الفروسيه ويتواصل مع بعض معارفه القدامى فهو يتواصل معهم ويتذكرهم لان هذا جزء من سلوكه السياسي وليس جزءا من اخلاقه الشخصيه. ما فيش واحد يقتل صديقه ويقتل بلده ويكون عنده اخلاق يعني ساميه. ولهذا حاول علي صالح في مرات عديدة خيانة السعودية والخروج من جلبابها طبعا الأخلاق لها علاقة بالسياسة عشان ما يقولون ما ما دخل الأخلاق في السياسة يعني هذه أخلاق سياسية يسموها حاول علي عبد الله صالح في مرات الخروج من جلباب السعودية مرة مع صدام مرة مع القذافي يعني هذه كان يحاول يخونها مع هؤلاء في أحيان كثيرة وأخيرا مع إيران ومع ذلك فقد اكتفى النظام السعودي بتأديبه فقط. ولم يفكر في ازاحته بالرغم من هذه الخيانات. بل ان النظام السعودي هو الذي انقذ صالح من السقوط النهائي في عام 2011. لولا السعوديه لكان قد لكان علي صالح وقع وثيقه التنازل وسارت الامور كما اراد اليمنيون، لكن لكن هيهات السعوديه مستعده لتحمل مشاغبات علي عبد الله صالح، لكنها غير مستعده لرؤيه يمن جمهوري قوي. وعلي عبد الله الصالح هو الذي سيضمن بقاء اليمن في حاله فشل ولهذا اتصل به الملك عبد الله وقال له اثبت نحن معك هذا ما ما حدث في تلك الفتره وذهب علي عبد الله الصالح اجتمع باصحابه في احدى القاعات وقال لهم الملك معنا اثبتوا ومن المرات القليله اللي يكون فيها علي عبد الله الصالح صادق او من المرات النادره كلامه في هذه المقابله عن موقف السعوديه من اليمن عموما، تعالوا نستمع اليه وهو يقول الحقيقه، يعني احيانا الشيطان يقول الحقيقه فرصه نستمع. هزموا في عام 94 عندما مولوا وعملوا تحالف خليجي مع الانفصال في 94 وصرفوا مليارات واشتروا معدات واليات ضخمه جدا من الاتحاد السوفيتي من روسيا ورومانيا. هل كان التحالف ضدكم ام ضد الوحده؟ كان التحالف هو يحمل شقين الشق الاول الشخصي ولكن ضد الوحده الوحده هي الاساس فعندما انهزموا في 94 كانت هزيمه نكره مش الانفصاليين على البيض على جماعته انهم هم الذين انهزموا انهزمت السعوديه ما جماعتنا مشكله داخليه عالجت وعفينا وتصالحنا الهزيمة التي حصلت هي للسعودية لأنها هي أطلها ضد الوحدة لكن بعد ذلك تصالحتم مع السعودية وكان أجيلك. هناك اتفاقية أجيلك, أجيلك أجيلك فانهزموا لأن الوحدة تحققت في ظرف صعب أو في ظرف غامض ما كانش مركزين لا هم ولا البريد. تخيلوا بعد هذا الكلام عن السعودية تتدخل السعوديه مره ثانيه كما يقولون لانقاذ الرجل. لماذا؟ لان اصحاب الملك لا يهمهم الكلام بقدر ما يهمهم الفعل. ليس مهما ان يكون هذا الشخص بيكرهنا او بيلسن علينا، المهم انه بسياساته وبسلوكه بيخدمنا. سواء بوعي منه او بغير وعي. علي عبد الله صالح ظل طوال فترة حكمه يخدم السعودية في تدمير اليمن دولة وإنسانا ووحدة. يعني سياسة علي عبد الله صالح يقينا كانت تخدم السعودية. وليس مهما بعد ذلك هل كان يخدمها عن قصد ووعي ولا بدون قصد. هذا موضوع مش مهم. هذا يعني لا هذا يهمنا ولا يهم السعودية. المهم أن عمله وسياساته وبرنامجه السياسي كان يخدم السعوديه ويضر اليمن وهناك قصه يعني شارحه لهذا المعنى منتشره في الميديا هذه الايام عن عميل روسي عميل روسي لجهاز المخابرات الامريكي السي اي اي ايام الاتحاد السوفيتي سالوا هذا الجاسوس يعني قالوا لك كيف كنت تخدم الامريكان مع انك كنت موضوع تحت الرقابه يعني رقابه مشدده من قبل المخابرات السوفيتيه كيف كنت تسوي كيف كنت تخدم الامريكان فقال لم اكن جاسوسا تقليديا يعني انا ما كنت اشرب المعلومات الحساسه للعدو كما يفعل غيري كانت وظيفتي مختلفه كنت فقط يعني كنت مسؤولا مرموقا ومن موقعي هذا كنت اتلاعب بالوظائف فاضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب كانت مهمتي بناء سور مائل يسقط على رؤوس السوفيت في نهايه الامر يبني بناء مغشوش يصبح ايل للسقوط بعد فتره وبهذه الطريقه ايضا خدم علي عبد الله صالح السعوديه بنى يمن ايل للسقوط مؤسسات ايل للسقوط يعني بلد بلا دوله بلا نظام بلا قانون النظام الإخلاقي الاجتماعي دمره يعني افسد كل النظم الاجتماعيه والسياسيه داخل البلد خلى البلد ايل للسقوط عاد يحسن من هذه الخدمه هذه احسن هذه اكبر خدمه تقدمها للسعوديه ولا اي خصم لبلدك خلال أربعة عقود من سلطته جعل اليمن واحدا من أكثر الدول فشلا وضعفا جعلها كلها سور مائل سرعان ما سقط باختصار كان علي عبد الله الصالح ولا يزال هو أعظم جاسوس يعمل للسعودية في اليمن هذه هي الخلاصة أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا الأهداف والمطالب محددة وواضحة إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء لا يبالون بأن يجوع الناس بأن يعانوا بأن يتعبوا بأن يمرضوا شردنا من بيوتنا شردوا يا شردوا ربي لا لا سمعتنا سمح سمعت سمعت هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا أن نقول أوقفوا الجرعة أن نقول ارحلوا أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كانت مرحبا بكم من جديد أخبار خذلان التحالف للشرعية أو بالأصح تآمر السعودية والإمارات على اليمن كثيره بلا حصر وما يجري في عدن طوال الاشهر الماضيه من تامر على الدوله ودعم لمشاريع فتنويه وسلسله اغتيالات لشرفاء البلد الذين قاوموا ميليشيا الانقلاب كل هذا ما هو الا جبل الجليد الظاهر امام العيان اما المؤامره الكبيره فهي مطموره تحت الماء لكنها بدات تتكشف طبعا بوضوح لعامة الناس بعد أن كانت بادية فقط وظاهرة لخاصتهم للمتابعين السياسيين والإعلاميين الآن بدأت تنكشف للجميع ومثل ما أو مثل ما توقفنا في المحور الأول عند خبر إنقاذ السعودية لصالح سنتوقف في هذا المحور عند خبر تآمر الإمارات على تعز وعدن وبقية المناطق الجنوبية الجنوبية والوسطى وسنبدا بالتصريح المهم الذي ادلى به محافظ تعز الاستاذ علي المعمري في حديث له بالجامعه الامريكيه ببيروت قبل ايام قليله قال فيه بصريح العباره ان الامارات هي التي تقف او هي التي تمنع تحرير تعز خوفا من ان يؤدي ذلك الى تمكين حزب الاصلاح تعالوا نستمع الي محافظه تعز ثم نعود للتعليق عليه اتصور ايضا ان التحالف يعني يعتقد ان في تعز ربما تواجد اكثر للاصلاح وبالتالي ليس من مصلحه بعض اطراف التحالف ان تنتهي المعركه في تعز ل هو يعتقد ذلك لمصلحه الاصلاح هذه الجماعه ستتقوى وهو يعتبرها خصم لهذا الطرف في التحالف هذا الخوف هذا القلق لدى يعني طرف من اطراف التحالف يجعل مساله الامداد هو الطرف الرئيسي في في مساله الامداد في المنطقه الرابعه اللي هي عدن لاحق الضالع تعز، الاخوه الاماراتيين هم من يشرفوا على على المعركه وعلى الامدادات في 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 المنطقه الرابعه اللي تعز واحده من من محافظات هذه المنطقه الرابعه. هذا التخوف مثل ما قلت فقط يجعل الامدادات التي تصل للجيش الوطني فقط ما ما يعينها على على الصمود. لكن لا 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 يقدم لها الامكانات التي تجعلها تحقق انتصارات كبيره في طبعا لا جديد في هذا التصريح الا انه الجديد هو انه جاء من مسؤول في الشرعيه واظن انها المره الاولى التي يتهم فيها مسؤول في الشرعيه طرفا في التحالف بصوره علنيه وهذا مؤشر على ضيق الكثير من مسؤولي الشرعيه باداء التحالف الكثير بيشتكوا تقريبا كلهم بيشتكوا من من اداء التحالف ومن اداء السعوديه كما ان هذا التصريح يشير بالتضمين الى مسؤوليه السعوديه ايضا مش فقط الامارات السعوديه التي باتت كما يقول المراقبون العوبه بيد محمد بن زايد الذي هو نفسه مجرد العوبه بيد دوله او دول او منظمات دوليه اخرى وهذا ليس مجرد استنتاج منطقي للمشهد القاتم طبعا هذا استنتاج منطقي لكن هو أيضا تصريحات غير علنية للدبلوماسيين الغربيين يقولون هذا الكلام يقولون هؤلاء هم عملاؤنا هؤلاء هم أدواتنا الذي يجري في عدن والجنوب على سبيل المثال لا يجري بإرادة محمد بن زايد وحده وإنما بإرادة بريطانيا أيضا وتوجيهها هكذا أوحى أحد سفراء بريطانيا في الخليج لبرلمان يمني وقد روى واستمعت أنا شخصيا لهذا البرلماني استمعت لرواية يقول فيها واقعة جرت بينه وبين سفير بريطاني في في دولة خليجية قال سألته كيف تركت بريطانيا عدن لعبث الإمارات يعني لماذا لم تتدخلون فكانت المفاجأة أن قال له السفير البريطاني من قال لك أننا غير موجودين في عدن؟ نحن موجودون لكن عبر الإمارات لأن التدخل المباشر في اليمن يحتاج لأمرين لا نقدر عليهما يحتاج للمال ويحتاج للمشروعية والإمارات لديها المال والمشروعية يعني مشروعية التحالف طبعا صاحبنا البرلماني كان بيحاول ينكشي يعني يعرف حقيقة الموقف البريطاني نظام الإمارات إذن صار وكيلا لبريطانيا في اليمن ووكيلا لها ولإسرائيل وأمريكا في مصر وفي ليبيا والسودان والصومال وكردستان وسوريا وكل مناطق النزاع في المنطقة إسرائيل مش حابة تتدخل بشكل مباشر بتجيب الأداة الإماراتية والعجيب أن هذه الدول تصنع نوعين من الوكلاء معها وكيل هناك عندها وكيلين وكيل رسمي مثل الإمارات ووكيل رسمي مثل الحوثي عندنا في اليمن. والفرق بين الوكيلين هو ان الوكيل الرسمي يقوم بالمهمه بعد اتفاق مبدئي مع الموكل. اما الوكيل غير الرسمي فتعطى له التسهيلات اللازمه. امريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الاستعماريه الانيقه تصنع حلفائها اعداء الشعوب تصنعهم بطرق عديده منها تسهيل سيطرتهم على الأمور دون تدخل مباشر إلا بقدر محدود معظم المراقبين يعرفون كيف سهلت هذه الدول ودعمت الحوثيين حتى أوصلتهم إلى صنعاء الأمور لازم تكون على البلاطة كذا ولا نريد أن نعيد الكلام فيما قلناه مرارا الأمر صار مكشوف وإحنا ما يعني معنا خسارة أكبر من خسارة الوطن لا يجوز أن نراعي أي اعتبارات دبلوماسية أو سياسية على حساب مصالح بلدنا يجب ان تنكشف كل الاوراق ويجب ان يشترك الناس جميعا في 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 معرفه ما هو ما يدور في الكواليس وتحت الطاولات وفي الغرف المغلقه من قبل من نعتقد انهم حلفاء ومن قبل من نعتقد انهم اصدقاء الخبر الثالث الذي يؤكد التآمر السعودي الإماراتي على اليمن وشرعيته جاء من قناة المسيرة التي عرضت حفلا استعراضيا لتخرج ثلاثة آلاف مقاتل حوثي كما يقولون ثلاثة آلاف مقاتل حوثي في منطقة الحوبان بتعز بحضور رئيس المجلس السياسي الانقلابي كما يسمون أو صالح الصماد نفسه وبرعاية واضحة من طائرات التحالف كما يقول المعلقون تعالوا نشاهد مقطع من هذا الاستعراض ثم نعود للتعليق عليه قلنا هدى القرآن وتسلحنا سلاح الإيمان وسنمضي تحت قيادة علم الزمان قرين القرآن من عترة سيد ولد عدنان ما العذيب ولو مقدار مضمضة ماء العذيب ولو مقدار مضمضة يرمي ظمئي وكل الماء يضميني اذهب بكيدك فاني قد بصرت به واستهوى كل عليل الراي مكتوني الشمس احمد والافاق عترته الشيطان الاكبر واتباعه وانتم ترفعون علم اليمن انتم لا غيركم هم من يمثلون اليمن حقيقه وهم من يوثلون الوطن وهم من يحملون روح المسؤولية والوطنية بكل ما تعنيه الكلمة فالواحد منكم بالآلاف من أولئك بسم الله ما شاء الله عرض طويل عريض مكون من ثلاثة ألف مقاتل في منطقة مكشوفة أمام طيران التحالف بحضور رئيس المجلس السياسي للانقلابيين شخصيا يعني بلغة الحرب هذا صيد ثمين جدا لقوات العدو، لكن السؤال السؤال الذي شغل بال الجميع اين طائرات التحالف؟ لماذا لم تقصف الاعداء؟ لماذا لم تقصف الاعداء؟ ام انها متخصصه فقط في قتل الاطفال والاسر داخل بيوتها وضرب صالات الاعراس والعزاء لماذا لم تحلق طائرات السعودية والإمارات طائرات الخير فوق جيش الحوثيين الذي يستعرض في الحوبان والذي استعرض قبل فترة في الحديدة الحقيقة أنه سؤال غبي إذا كان الهدف من السؤال هو الاستعلام والاستفهام فهو سؤال غبي لأن كل شيء بات واضح والأصح أن نطرح سؤال آخر هو إلى أي مدى بات التنسيق كائن بين التحالف وبين الانقلابيين إلى أي مدى التنسيق موجود ما حد يقدر ينكرها الآن ما حد يقدر يقول ما فيش تنسيق لأن الصورة التي شاهدناها قبل قليل تتحدث ببلاغة عن مستوى هذا التنسيق احنا بس نسأل إلى أي مدى وصل وإلا هل يعقل أن يجمعوا ثلاثة آلاف مقاتل ما علينا الآن من التحالف خلينا في أصحابنا هل من المعقول أن يغامروا بجمع ثلاثة آلاف مقاتل بحضور رئيس المجلس الانقلابي أمام طائرات التحالف دون أن يكونوا مطمئنين وضامنين لأنه طيران ما, ما بيضربش هل يعقل أن يغامروا بمثل هذا الفعل دون أن, أن يكونوا قد نسقوا؟ هذه طبعا كما قلنا ليست المرة الأولى بالطبع سبق للانقلابيين أن استعرضوا قواتهم تحت حماية التحالف في مناطق أخرى مثل الحديدة وصنعاء وضواحيها وطبعا بعد كل استعراض للانقلابيين استعراض عسكري كانت طائرات التحالف تذهب لقصف المدنيين في بيوتهم أو قوات الشرعية في متارسها بعد نهاية هذا العرض العسكري الحوثي في في تعز ذهب ذهبت طائرات التحالف لقصف عربة عسكرية كانت تحمل ثمانية جنود من قوات الشرعية في باكم صعدة ذهبت لقصف اعدائها الحقيقيين. طبعا هذا الكلام قد لا يروق لبعض الناس وسيقول في نفسك كيف تقولون ان التحالف يدعم الحوثيين في حين ان العالم كله يعرف انه جاء لدعم الشرعيه. وكذا التحالف بيقول انه جاء لدعم الشرعيه. هذا هو الطعم اللي رجموه للناس ونقول لصاحب هذا السؤال السعوديه والامارات ما جاءت لدعم احد. وإنما أعلنت الحرب في اليمن لهدفين اثنين حماية نفسها من تهديدات إيران والآخر إضعاف اليمن وتمزيقه وتفكيكه الهدف الأول كان يقتضي تحجيم قوة الإنقلابيين تحجيم قوتهم فقط مش إسقاطهم والهدف الثاني كان يقتضي إبقاء اليمن أو إبقاء اليمن في حالة احتراب داخلي ومعاناة تؤدي إلى تمزيقه وإرهاقه لمدى طويل لكي يصبح جاهزا لصياغة يعني تتناسب مع أطماعهم عجينة يشكلوها كما يشاءون أطماعهم والأطماع الاستعمارية الأخرى وهذا الكلام أيضا لم يعد استنتاجا فقد صرح بمضمونه بعض المسؤولين السعوديين لبعض الدبلوماسيين اليمنيين وقد روى أحدهم نفس البرلمان السابق أن أحد المسؤولين السعوديين قال لهم بوضوح إما أن يحترب الإصلاح مع الحوثيين وإلا فستأتي اللحظة التي نرسل فيها صاروخ للحوثيين وصاروخ للشرعية هكذا بكل بساطة مطلوب أن تحتربوا وتكتتلوا ليفني بعضكم بعضا أما أن آه ننقذ البلد أو نرجع الشرعية فهذا أمر غير مطروح. يعني الجماعة عندهم حقد حقد الجمال على هذا البلد. وللأسف الشديد الإنقلابيين وضعوا البلد كلها في يعني في حضن السعودية. وضعوا البلد كلها في ظروف تسمح بتمزيقها. وتدخل الأجنبي فيها. ولولا الانقلابيين ما وصل حال الناس الى هذا الى هذا الحال. الحقيقه اننا نحن اليمنيين واقعون في مشكله كبرى ومأزق تاريخي كبير مع الجاره السعوديه تحديدا. او واقعون في مفارقه ماساويه لا نظير لها ربما مش موجوده في العالم. يعني احنا من ناحيه مضطرين لتحسين علاقتنا بالجاره السعوديه لانها قدرنا قدرنا الذي لا فك... فكاك منه. السعوديه ستظل موجوده في حدودنا الشماليه الى ان يشاء الله. السعوديه كنظام يعني. وليس من الحكمه استعداء هذه الدوله. ابدا. هذه من ناحيه، لكن من ناحيه ثانيه هذه الدوله او هذا النظام لا لا يسمح بوجود يمن قوي بجواره ويعمل بكل طاقته لإنجاز أي محاولة للنهوض فيه النظام السعودي لديه حساسية من, من, من كلمة يمن ومن كلمة جمهورية تحديدا فما بالك إذا كانت جمهورية ديمقراطية وإذا سألتني عن أسوأ عبارة يمكن أن تمر ببال النظام السعودي سأقول لك هي عبارة الجمهورية اليمنية الديمقراطية هذه أسوأ عبارة ممكن تخطر على بالهم جمهورية يمنية ديمقراطية كثير عليهم طبعا احنا نتكلم عن الديمقراطية الحقيقية وليس اللعبة الديمقراطية كما كان يسميها علي عبد الله الصالح هذا اللي كنا نشوفه زمان كان اللعبة الديمقراطية ما الديمقراطية موضوع مختلف اذا دول التحالف في في اليمن وفي مقدمة السعودية والامارات تخيرنا نحن اليمنيين بين خيارين اما ان نتنازل عن احلامنا وطموحاتنا في النهوض والتغيير عبر مسار الديمقراطيه وحقوق الانسان او الفوضى تتركنا للفوضى عبر مسار الحرب الاهليه تغذي هذا الطرف وترفض اسقاط هذا الطرف اما ان نستسلم لرغباتها الساديه او نستسلم للانقلابيين بمشاريعهم القاتله لليمن وهذا اللي بيطلبها السعوديه برضه والسعوديه مع الامارات اذا خي اذا خيرتا بين مشروع يعني بين مشروعين بين مشروع ثوره فبراير وبين الانقلابيين بالتاكيد ستختار الانقلابيين. بعد تهذيبهم طبعا والحد من قوتهم. لانه خطر الانقلابيين عليها معقد وظني ويمكن السيطره عليه باتفاقات سياسيه معينه. اما مشروع فبراير فهو استراتيجيه نهوض لليمن. الاستراتيجية التي ستخرج المارد اليمني من قمقمه وتبعث العنقاء من بين الرماد والحقيقة الأخرى أننا اليوم يعني هذه واحدة من الحقائق المؤسفة أيضا أننا اليوم في أضعف حالاتنا نحن اليمنيين وليس لدينا ترف الاختيار يعني ما عندناش خيارات كثيرة نتحرك فيها الانقلاب من الداخل يخيرنا بين الاستسلام له أو الاستسلام للسعودية والإمارات ولا خيار ثالث لدينا والسعوديه تخيرنا بين الاستسلام لها او للانقلاب ليس هناك طرف دولي ثالث يمكن اللجوء اليه لمساعدتنا في قضيتنا الوطنيه لانه من ناحيه الرز السعوديه والامارات شواله الرز عندهم مفتوحه اغلقت كل الابواب الارضيه تقريبا السعوديه والامارات لديها المال ولديها الضوء الاخضر من الانظمه المعاديه لثورات الشعوب العربيه ونحن ليس لدينا سوى الحلم الحلم والإرادة والقضية العادلة وهذه أمور لا, 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 تصرف في سوق السياسة الدولية اليوم السياسة الدولية التي قامت على مبدأ علماني يسمونه البراغماتية أو النفعية أو الذرائعية البراغماتية السياسية عبارة تعني لا وزن للضعفاء في سوق الأقوياء يعني هذه خلاصتها البراغماتية هي التعبير الأصرح لمقولة داروين البقاء للأقوى البقاء للأقوى صاحب الرز الفلوس وصاحب القوة أما الضعفاء فعليهم أن يستسلموا أخيرا ربما يشعر البعض بعد هذا الكلام بشيء من اليأس وربما قال في نفسه ليت الربيع ما جاء ولهؤلاء لهؤلاء الذين يراودهم اليأس أقول هذا الكلام هو تحليل مراقب أرضي للأحداث مراقب عايش على سطح هذا الكوكب المشحون بالمشاكل وأي مراقب لا يستطيع أن يرى الأحداث إلا في بعدها الأفقي البعد الأفقي أي البعد الذي تعرفه الحواس اللي يشوف عينك ويتسمع أذنك أما البعد العمودي فهو جزء من الغيب الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لكن التجربة التاريخية التجربة التاريخية للإنسان علمتنا أن التفاعلات التي تجري في عالم الغيب لا تقل خطوره عن التفاعلات التي تجري امام اعيننا يعني الحواس التي لدينا لا تستطيع ان تشاهد عوامل انحلال الدول وسقوطها هناك عوامل في الخفاء في الغيب تجري لتجهيز لسقوط الدوله المعينه الا ان الانسان لا يستطيع ان يراقب هذه العوامل لكنه يستطيع ان يتعرف على بعض المؤشرات والمعالم أو العلامات الدالة عليها، يعني هناك علامات وهناك مؤشرات تدل على أن هذه الدولة أو تلك آه يعني آيلة للسقوط. من هذه العلامات طغيان الدولة وترف المجتمع. إذا بلغت الدولة في الطغيان حد كبير أو في الظلم حد كبير، وإذا بلغ المجتمع في الترف حدا كبيرا فهذه علامات على أنه بداية انحدار وسقوط للدولة والمجتمع. ويبدو ان السعوديه ومعها نظام الامارات من الدول التي وصلت الى حاله من الى مستوى من الطغيان السياسي العالي وعلى مستوى من الترف الاجتماعي العالي، هذه مؤشرات سقوط لا مؤشرات بقاء. ما صنعته هاتان الدولتان في الانسان العربي بالذات في الاونه الاخيره لن يسقط بالتقادم. ما صنعته السعوديه والامارات في شعوب الربيع العربي ليس امرا هينا. ولن يمر هكذا، ما فيش فراغ في هذا العالم، لا يوجد فراغ في 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 مفهوم الفيزياء لا يوجد فراغ. الظلم والممارسات الخاطئة على رأي عادل الإمام بتلف تلف وترجع لك ثاني. يعني هذه هذه الأمور بتتحول إلى طاقة. طاقة السلبية تعمل على تدمير هذه الجماعات وتعمل على إعاقة مشاريعها وقد تنتهي في يوم من الأيام إلى كما قلنا إلى السقوط يعني احنا نتوقع خلال السنوات القليلة القادمة مفاجآت كبيرة في في بهذا الصدد لأنه لا يعقل منطقة العقل يعني يقول هذا لا يعقل أن تستمر هذه الدول في إفسادها إلى ما لا نهاية وبعد أن بلغت هذا هذا المستوى الخطير من من الإفساد. عموما ما زال في الغيب الكثير مما يمكن أن يفاجئنا، ما فيش ما داعي نسقط فريسة لليأس، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله.